السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة السوائل Fluid Management. وصلنا بعدنا بموضوع الإديمة، هذا هو الجزء الثالث. حخصصه للحديث عن فكرة واحدة، وهي أنه دائما في عندي حركة مستمرة للألبومين من الدوران باتجاه الانترستيشيوم ثم إلى اللمفاويات وعودة للدوران. ما بتكون الكمية كبيرة، ولذلك دائما في فرق بالتركيز بين داخل الدوران والنسيج الخلالي، وبالتالي دائما الألبومين بيعمل الأنكوتيك بريشر، الضغط التناضحي المطلوب ليحافظ على السوائل داخل الأوعية. الفكرة أنه الألبومين بيكون محصور بالأوعية، ما بيطلع براتها، فكرة خاطئة. فالألبومين بيصنعوا الكبد، بيتجه لداخل الدوران. في عندي تركيز حوالي كمية الألبومين داخل جهاز الدوران هي فقط 40% من التوتل حقيقة، 60% بتكون بالنسيج الخلالي. بس مثل ما بتذكروا إنه حجم السوائل داخل الأوعية حوالي 3 لتر، بينما حجم السائل الخلالي هو 9 لتر، وبالتالي تركيز الألبومين بالسائل داخل الأوعية أعلى من تركيز الألبومين بالسائل الخلالي. فالألبومين في عندي حوالي 5% منه دائما بالشكل المستمر بيطلع للنسيج الخلالي، بيتجه للأوعية اللمفاوية، الأوعية اللمفاوية بترجعه باتجاه الدوران. لما بيكون في عندي انفلاميشن بقى، بيكون في عندي مشكلة ثانية ربما نحكيها بالتفصيل لاحقا، بيزيد رشح الألبومين، لأنه تتخرب البطانة هون، وبالتالي كمية الألبومين اللي عم اللي لو أعطيت ألبومين مثلا كله حيرشح للانترستيشن، وبالتالي ما له أفضلية زيادة على الكريستالوتس. نفس المخطط وإنما بشكل أبسط، أنا عندي الألبومين داخل الأوعية، في عندي رشح باتجاه انترستيشيوم اللمفاويات، وبالتالي عودة عن طريق الثوراسيك داكت وبرجع برجوع. كمية الألبومين الراشح بالحالات الطبيعية هي حوالي 4 ل 5% من كمية الألبومين الكلي، وبالتالي ما هي كمية كبيرة. فليش بيصير في عندي بالانفلاميشن زياده بكميه الالبومين الراشح؟ لانه عندي الثقوب او البورز اللي هي بتساوي الرشح، بيزيد كميتها وبيزيد عددها، وبتساوي بتكون نافوذه اكثر، بتخرب الجلايكوكاليكس حقيقه. الرشح بيزيد من 5% هو الشيء الطبيعي لحوالي 13 او 15%، ومن 3 اضعاف في حالات السيبسس. ممكن تستمر ايام، ممكن ساعات لايام. الألبومين الراشح بيسحب معه المي والصوديوم، وبالتالي بيساوي في عندي زيادة بالانترستيشال فلويد، أو بيساوي إديمة، بيسيل الإديمة الموجودة أصلا. فأنا بالحالة الطبيعية في عندي الألبومين بتراكم بي أو كميته التركيزه الأعلى داخل الدوران، في عندي رشح بسيط للألبومين، وبالتالي دائما في ألبومين موجود بالنسيج الخلالي ولكن تركيزه بيكون أقل، لأنه كمية السائل الخلالي أعلى من كمية السائل داخل الأوعية. وهذا الألبومين الموجود بالانترستيشوم لما بيزيد في بي بي بيتحرك الألبومين من هون باتجاه الانترستيشوم، بيرجع باللمفاويات بتصفيه كله وبترجعه للدوران. لما بيكون في عندي أنا كابيلاري ليك، هذا الألبومين الموجود داخل الدوران بيرشح بكمية أكبر، وبيساهم بزيادة الإديمة، وبيرجع اللمفاويات بتحاول تعمل يعني تصفيه او ترجعه لاتجاه الدوران ابزوربت. هلا لما بتعطي الالبومين بالفلويد حيصير نفس المشكله تماما، انه انت عم تعطي الالبومين هون حيقعد عدة ساعات بالدوران، بس حيرشح كله باتجاه الانترستيشوم لانه الرشح اصلا زايد، وبالتالي ولا كانك يا ابو زيد ما غزيت. ليش الالبومين بحالات الطبيعيه هذا مقطع من داخل الوعاء، هذه كريات حمراء، هذه جلايكوكاليكس، كبرناه شوي، جلايكوكاليكس بيحصر الالبومين، هو شحنته اصلا سلبيه، بيمنع انه الالبومين يدخل يعبر الوعاء، جدار الوعاء. بينما لو يكون في عندي الجلايكوكاليكس مخرب دامجد، بتصير حركه الالبومين اسهل، وبالتالي الرشح تبع الالبومين، الترانس كابيلاري فلتريشن للالبومين بيزيد. مرة ثانية نتيجة انه في عندي انا الالبومين عم ينقص من داخل الدوران، وبالتالي بيصير في عندي نقص بالحجم هايبوفوليميا او كونتراكشن او انترافاسكولار كومبارتمنت، وفي عندي اكسبانشن بالانترستيشال سبيس، بيصير في عندي اديما. هلا بنرجع لقانون ستارنج. قانون ستارنج ما بيقول انه البروتينات ما بتعبر، انما بيقول انه هي بتعبر بشكل بطيء، ربما انصافا للستارلينج، لانه معامل العبور بسموه او كذا، يعني ما بيقول 0% انه ما بيصير
تعبر البروتينات كلها، انه بسبب طبيعه الكابيلاري وولز ممكن تعبر كميه قليله، وبالتالي بيسمح بمرور البروتينات بكميه قليله، وبالتالي بتحافظ على تركيز اعلى داخل الدوران وتحافظ على الانكوتيك بريشر. مثلا لما السمول سوليوت بتعبر بنفس بتعبر كاملا عبر جدار الاوعيه، وبالتالي بيكون التركيز على جانبي جدار الاوعيه واحد، وبالتالي هذه السمول سوليوت الصوديوم وغيرها ما بتشكل اي اوزموتيك بريشر، ما تسوي اي اوزموتيك فورس. تركيز البروتينات بالبلازما بتركيز البروتينات بالانترستيشيوم هو يعادل ربع تركيز البروتينات بالبلازما، مثل ما حكينا انه كميه السائل بالانترستيشيوم 3 اضعاف او 4 اضعاف كميه السائل بالبلازما. ربما عم عيد الكلام وعم كرره مشان حافظ على الفكره نفسها، انه تقريبا نفس الكميه موجوده بالانترستيشيوم مثلها بالانترافاسكولار، الفرق هو بالحجم حقيقه، الفرق هو الحجم، ولذلك التركيزين مختلفين لكن الحجم مختلف فبتطلع كميه متساويه. اظن هيك بيكون خلصت الجزء الثالث من المحاضره، ننتقل للجزء الرابع. بتمنى انه يكون عم نال اعجابكم، واتمنى اني عم احاول فكك الموضوع وبسطه قدر الامكان، لانه هذا موضوع من المواضيع المهمه والشائكه بالحياه العمليه. السلام عليكم.